هل وصلنا إلى هذا الواقع وهذا المربع بسبب سوء في القانون الماضي؟ القانون يحتاج إلى مشروعية وإلى شرعية ويحتاج إلى قبول ورضا المجتمعات. أم وجد القانون لكن لم ينفذ هذا القانون؟ الحكم بأجهزة ووسائل باسم الدولة ولكن ما قبل دولة القانون. إدارة الآخرين والسيطرة عليهم بدون قانون هي أيسر وأسهل من القانون. هل هذا بسبب انعدام للقانون أم للأسف فشل الساسة، فشل القادة في تطبيق هذا القانون؟ عندما تم الاعتداء على رئيس الوزراء جرى وصله بالأبقار والأثوار وهو رئيس وزراء. قد يكون يا دكتور القانون وأصحاب القانون فشلوا حقيقة. لا ليس. فلجأوا إلى هذه القوانين التشريعية المجتمعية العرفية وكانت أقوى في تطبيقها. من حكموا وبالذات في صنعاء هم من عززوا القبيلة وصارت أقوى من الدولة. يعني الدكتور محمد المخلافي كان وزير الشؤون القانونية في دولة قبيلة. أكثر من 3 مليون مشردين في الداخل والخارج. هذا ليس اختيار الشعب اليمني. واقعنا يعني جعل منا مرضى وموتى وهلكة ومنفيين ومطرودين ومهجرين في العالم. أنا يكلمني اليوم أحد الأخوة يقول فلان إنه قال في الإكوادور. هذا اختيار مجموعة مصالحها غير المشروعة لا يمكن استمرارها إلا في ظل غياب دولة القانون. صدر من القرارات ومن التوظيف ومن الإقالة ومن التعيين كم هائل جدا. القرارات التي تصدر من صنعاء لا يتوفر لها الشرعية الدستورية والقانونية وبالتالي هي معدومة الوجود. القرارات التي تصدر من الرئيس الشرعي وحكومته هناك قرارات كثيرة هي لا تصدر وفقا للإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع وبالتالي هي تفتقد للمشروعية. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الدكتور محمد المخلافي في برنامج حوار المستقبل على قناة السعيدة. حوار المستقبل يأتيكم في الأوقات التالية.